هذا وتحتفل دول العالم اليوم بيوم الشباب الدولي في مساع للفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا الشباب وإمكانياتهم كشركاء في بناء المجتمع. نعم، ففي ديسمبر من العام 2009 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإعلان 12 من أغسطس من كل عام يوما دوليا للشباب. الاحتفال باليوم الدولي للشباب في 12 من أغسطس يمثل أهمية كبرى للشباب كشركاء أساسيين في بناء ونهضة المجتمعات في دول العالم، وازدادت أهمية الشباب مع بدء العالم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وهو ما أتاح الفرصة أمام الشباب لإظهار قدراتهم وأفكارهم في تحقيق الأهداف الدولية والتحول نحو عالم مستدام بيئيا وصديقا للمناخ. الاهتمام بعنصر الشباب جاء أيضا مع قرار الجمعية العامة في عام 1965 قرارا دعت فيه إلى تعزيز المثل العليا للسلام بين الشباب والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب. وتركز الأمم المتحدة على 3 محاور أساسية في مجال الشباب، وهي المشاركة والتنمية والسلام، حيث أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985 المبادئ التوجيهية لمزيد من التخطيط والمتابعة المناسبة في مجال الشباب، إذ تعتبر المبادئ التوجيهية مهمة لتركيزها على الشباب كفئة واسعة بدلا من كيان ديموغرافي واحد. ولهذا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 2009 يوما للشباب، ودعت الحكومات والمجتمع المدني والأفراد في جميع أنحاء العالم إلى دعم الأنشطة للاحتفال بهذا الحدث الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام. كما ويمثل قرار مجلس الأمن رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن اعترافا غير مسبوق بالحاجة الملحة لإشراك صانع السلام الشباب في تعزيز السلام ومكافحة التطرف.